شاعر ولا الا ماكش خدام ولا روح تخدم ما تقول جربها تفوت صيامك يفوت في حاله تاع نشاط تحس باللي صيام زين ما يغبنكش الصيام خاصه احنا انا نضرب في المشتى تقريبا ما يغبنش الى اخره هذا الصيام هذا النوم يقولوا عليه العلماء شر يعني شر النوم تاع النهار نوم النهار شره وسط طرفاه الصباح والعشيه العصر وخيره وسطه اللي قيلوا له في الوسط معليش الليل لا الليل خير النوم فيه اوله وشره اخره يعني ما ينفعش الاخير هذا السهران ما تجي زوج تاع الليل ترقد لا ترقد قبل 12 تاع الليل قبل منتصف الليل وهذاك الليل الزاوج النص الزاوج ديرها للقيام لان رمضان السر وين راه فيه في الليل ماشي في النهار في الليل رمضان دقائقه لحظاته ولهذا يا خوتي انا بنشوف مسجد الزقازيق في القاهره سبحان الله ويجو يختم سبحان كي تشوف السيارات والخيم اللي جايين فما الكارو باه يصلوا وراه ما تامنش سيدي قرا نص حزب في الركعه وش نروح لايف مسجد القران وكي تشوف مسجد كذلك خميس مشيط هذا خميس مشيط هو مسجد هو اللي ضرب الرقم القياسي في القران في العالم يقول الشيخ بن عثيمين صلي فيه ليله كثير من العلماء راحوا صلوا فيه ليله هو جاي في جنوب شبه الجزيره في جنوب يعني طريق اليمن والرجل هذا معروف الشيخ تاعه اللي يعني امريكا عاقبته عن بعد وحرقت له المسجد وقتلت له زوج اولاد انحرقوا في وسط المسجد وقالوا له انت ما تسمع ان هذا النوع تاع الناس اللي يروحوا الداعش له وخطي مسكين هذا الشيخ تاع القران لكن هو يقرا حزب في الركعه ودير هذا لكن لما امتنيش كتبت في جوجل مسجد خميس مشيط وتفرجت تراويح الهدايه السحور ساندويتش خاطش الفجر ياذن عليهم تقريبا يعني الاذان الاول بالخف ويقضوا صباح من الاذان الاول يكون يخدم تراويحه فهذا اللي يخدم خمس مرات في القران في رمضان امر عجيب قالوا له انت مبتدئ راك تكثر من القران اللي انت جيتها والله مبتدئ ولا مش مبتدئ خليها عندك العلماء با يزكوا ذا الامر راحوا صلوا عنده وصلوا وراه قال انت تلحق ذا تقول مبتدئ مات راه في عامين السنين يعني هذو الناس كانوا يعرفوا شهية دقائق رمضان لحظات رمضان 20 دقيقة تاع تراويح حنا ذا يزكي الناس كانت تخدم كتاب الله كاع الجوامع كانوا يخدموا من بعد ولينا ب 30 بعد قلب الخروب اقرا 15 حزب يا خويا صلي قاعد ولا صلي في دارك وعلا تحرم من المسلمين انت قاعس كاين تراويح اللي ماشي فرض هذه نافله الناس راهي باغي تتمتع بالقران وتعيش مع كلام ربي وتوجد لقبرها وتوجد الوقوف بين يدي الله ورانا مشاورين اخوتي وهذا رمضان كي زادها لنا ربي هذه فرصه كبيره لو وصلنا حتى في لطائف المعارف مورا جبل يقول لك واحد مات مورا خوه بعام صلوا فوقه في الجنه يا ربي كيما قال له فاتك برمضان واحد يا اخوه الايمان هذا خير عظيم ومنا من الله ينبغي ان تقابل بالشكر وان تقابل بالانقطاع والتبتل لله سبحانه وعز وجل هذا ورانا في فضول النوم فضول الكلام فضول النظر فضول النوم فضول الطعام فضول الطعام ما تهدرش ما كانش شهر ناكلوا فيه بزاف كي رمضان الناس راهم يحسبوا في رمضان هما اللي ما ناكلوش بزاف العكس في رمضان ظل صايم بصح في الليل تخلفها اضعاف مضاعفه فتاكل من الادوان ما الله به عليم بحيث هذيك الماكولات كون تشوفها تحطها في طبسي وتعطيها الحيوان يموت دير تشوف طبسي يدير فيه الحريره والفلفله والشاميه وطفيه فيه كارو وكب فيه فنجان قهوه وكاع واعطيه يقضي ياكلها يموت فيه تبا تقولها لي معناها كاين يعني كيما يقولوا ديريكسيون شيميكال في كرشك لا يعلمهم الا الله تفاعلات كيميائيه ومن بعد تقول لي ما تاثرش بصلاه التراويح كيف تتاثر انت عندك لا ما موتش سبحان الله فهنا هنا هنا الوادي الرشيد كانوا ياكلوا لون واحد ياكلوا لون واحد من يكفر زوج ويجي للتراويح ويظل خدام طايب لا يحصل هذا يقلع في البطاطا ناس طايبه احنا كانوا يتلذوا برمضان بلا ما نهضوا على الاستعمار خاطش هذه الجزائر عاشت 130 رمضان تحت الاستعمار ما عرفوا الفرحه ما عرفوا عيشه مساكين الوالدين وجداد ما عاشوش عاشوا تحت الاستعمار صاحبي عروساتهم بكا وظهايرهم بكا وتشريد وتهجير وتقتيل وحنا فالي كنا كانت عندنا الجزيرة ذاك القيس فرنسا كانت تدي الغراوي في الفران الغراوي في الفران ومن كان يعذبوا المجاهدين كي يخرج من نيف بالزاس من كان يعذبوا في ألجي وش الحجب هذه هي ولكن يا إخوة الإيمان الناس عاشت هذه الظروف وثبتت وشكرت الله سبحانه وعز وجل
وخرج هذا الاستعمار ولولا هذا الخروج هذه القاعدة ما نسوهاش. ونحن في هذا الشهر تاع مارس في 5/4 مارس اغتيل العربي بن مهدي، دخلوه للزنزانة قلعوا له الظهر قلعوا له راسه ولم يفتكوا منه كلمة واحدة حتى قال جنرالهم ما قال كما تعلمون. قالوا كل عندي حبيبات من ذا نفتح الأرض لا. هذا الرجل الصامت اللي كانت عنده صيام الاثنين والخميس الجانب الروحي ما يعرفوش حنا يكتبونا غير الجانب الاخر، واحد كتب على حياته في الجانب الروحي عجيب، يسير جنوده بصمته بالحياه يعني بصمته وبعد النظر الى اخره. وفي هذا الشهر كذلك 22 مارس 1956 اغتيل بن بوالعيد، انا بن بوالعيد هذا نسميه ابو بكر الصديق تاع الثوره، هذا ما نسميه بن بوالعيد ملياردير في ذاك القيش عنده كيرون الحافلات يا ملياردير فرنسا تتزلف له، هذا كان خاصه دراهم علاه يطلع للجبل خاطش علاه؟ هذا اعطى ماله للجزائر واعطى روحه للجزائر وديما